تكمن هذه أهمية الأعشاب في الماضي والحاضر بأنها ليس لها مردود سلبي على الجسم، مثل بعض الأدوية الكيميائية الموجودة بالسوق ليس لها مردود إيجابي بقدر ما أنه لها مردود سلبي. الاستخدام الصحيح للأعشاب يجب أن يكون متوازن ويكون معتدل، وتشخيص الحالة نصف العلاج. إن لم تستطع أن تشخص الحالة فكيف أن تستطيع أن تعطي علاج؟ مدة العلاج في الأعشاب الطبية الحد الأدنى فيه 15 يوم، وقد يستمر إلى 6 أشهر بحسب كل مرض، بحسب ردة فعل الجسم على هذا المرض. ما منقول أنه هل علاج ما استفدنا منه، ممكن يكون استفادة وتكون بطيئة، لكن بالمقابل قد يكون الاستفادة أكبر مما نحن متصورين، لكن بالاستمرار. والأمراض التي تعالج عنا في هذا المركز بحدود 154 مرض، أدناها ديدان وبكتيريا الأمعاء، وأعلاها السرطان لا تتجاوز المرحلة الأولى أو الثانية. هذا اللي ممكن نحن عنا في هذا المركز نعالجه. والأمراض الشائعة حاليا هضمية جلدية بسبب التلوث البيئي، وأطباء جلدية في الريف الشمالي يكاد يكون معدوم وجودهم. وهناك أمراض شائعة مثل الصدف والأكزيما والثعلبة، وأمراض مثل حبة السنة اللاشمانيا. والحمد لله رب العالمين في الآونة الأخيرة وصلنا لعلاج لها من خلال كريم ليس بالأبر، حمى البحر المتوسط. الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى حد له، وصلنا لعلاج الشقيقة مهما كانت نوع الهجمات وشدة الهجمات ومدتها. وهناك حالات كثيرة عانت من أمراض معضلة وأمراض مزمنة، وقد ذهبت إلى مناطق فيها النظام وإلى تركيا وإلى وإلى إلى آخره لكي تأخذ في الأسباب، ولكن ولله الفضل والحمد في كل الأمور رجعت إلى الطبيعة ورجعت إلى العلاج الطبيعي، وكان النجاح باهر وغير مكلف لا زمنا ولا ماديا، والحمد لله رب العالمين.